billahi mineşşeytanirracim. Sûretün Nebe'e Mekkiyetün Bismillahirrahmanirrahim. Amme yetesâelûn. Anin nebe'il azîmillezî hum fîhî muhtelifûn. Kellâ seya'lemûne thumme kellâ seya'lemûn. Elem nec'alil erza mihâden vel cibâle evtâden ve halaknâkum ezvâcâ. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وشدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ودهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ هب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورة عبس مكية بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ سورة التكوير مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عضلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مضاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة الانفطار مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Suratul Mudaffifin, Mekkiyetun, Bismillahirrahmanirrahim. Veylul lil mudaffifin ellezine izen k'talu alen nasi yestavfun. Ve izen kaluhum evvezenuhum yuhusirun. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'uthun. Liyevmin azim, yevme yekumun الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة الإنشقاق مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bizlere, tabi o ehli küfürle uyarıyor Allah Celle Celaluhu. Zalimlerle Mevla, Efendimiz nasıl ki, inna arsennâke şahiden ve mübeşran ve nedîran. Müminleri, Allah'a iman etmiş olanları, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolunu takip ederek, izinde yürüyenleri cennetle müjdeliyor. Elhamdülillah. Korkutuyor ehli küfrü. Ateşle korkutuyor. Evet, mağlubiyetle yenileceksiniz diyerek korkutuyor elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu ayet-i kerimede secde etmeyenleri anlatıyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Azimüşşan. Evet, onları okunduğu zaman. Ayetler, Allah'ın emri onları okunduğu zaman. Onların Allah'a itaat etmek yerine isyan ettiklerini anlatıyor. Secdeye kapanmak yerine, namaz kılmak yerine şeytanlaşarak, şeytan gibi secde etmeyerek Allah'a asi olduklarını anlatıyor kardeşlerim. Elhamdülillah. Bizi onlardan eylemedi Allah Celle. Bizleri sacid eyledi elhamdülillah. Secde ehli eyledi elhamdülillah. Namaz ehli eyledi. Rabbimiz şükürler olsun. Ziyade eylesin Allah-u Teala. Kardeşlerim, malumunuz 14 tane tilavet secdesi var idi Kur'an-ı Azimüşşan'da. 13.'sü, son iki tanesi bu 30. cüzde, 13.'sü, 13.'sü ise İnşikak suresi olan bu surede kardeşlerim 30. cüzde. Buyurun, sizler bulunduğunuz yerde secde emrine uyarak şeytanı çıldırtmak adına, malumunuz şeytan ağlıya ağlıya kaçar buyurdular dostlar kardeşlerim. Secde emriyle secde kapananların secdesinden dolayı ağlaya ağlaya terk eder diyor, kaçar diyor kardeşlerim. Buyurun inşallah, biz de burada. Semi'na ya Rab, işittik ve eda'na, Allah'ım işiten kullar olarak asayna olmadık elhamdülillah. Etmedin bizi isyankar Allah'ım. Bizi itaat edenlerden kıldın elhamdülillah. İtaat ettik. Ufraneke, senden mağfiretimizi, affımızı talep ediyoruz. Ve ileykel masir, dönüş sanadır ya Rabbi. İmanımıza döndür. Kur'an'ımıza döndür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, dostlarla beraberce döndür ya Rabbel alemin. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Belillezine keferu yukezzibun. Vallahu a'lamu bima yu'un. Febeşşirhum bi'azabin elim. İllellezine amenu ve amilu s-salihati lehum ecerun gayru memnun. Suretul Buruc Mekkiyetun Bismillahirrahmanirrahim وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سورة الطارق مكية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سورة الأعلى مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الغاشية مكية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين
جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Suratul Fecr Mekkiyetun Bismillahirrahmanirrahim Vel fecri ve leyalin aşr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة البلد مكية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سورة الشمس مكية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سورة الليل مكية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سورة الضحى مكية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سورة الإنشراح مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahu Ekber. Suratü't-Tin Mekkiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve't-Tin ve'z-Zeytun ve'd-Dur-i-Sinin ve hâzâ'l-beled-il-emîn. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وإن على ذلك من الشاهدين الله أكبر. Suretul Alak Mekkiyye. Bismillahirrahmanirrahim. İkra' bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra' ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Evet, son secdemiz Alak suresinde hamdolsun. Allahu Ekber. Suretul Kadr Mekkiyyetun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سورة البينة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
فَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سورة الزلزال مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سورة العاديات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سورة القارعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سورة التكاثر مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون إنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سورة العصر مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سورة الهمزة. مكية بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. الله أكبر. سورة الفيل. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سورة قريش. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سورة الماعون. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. الله أكبر. سورة الكوثر. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سورة الكافرون. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سورة النصر. مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سورة تبت أو لهب مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سورة الفلق مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سورة الناس مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah, elhamdülillah. Kelam-ı kibar ya Rabbi. Kelamullah, Rabbimizin kelamıyla meşgul etti Allah bizleri. Kendisiyle konuşturdu. Men arade en yetekelleme Allah buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her kimin muradı, isteği Rabbisi Allah'la konuşmak ise fel yakra'il Kur'an, hemen Kur'an-ı Kerim okusun buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yemin ettiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim okuyup da ben Rabbim Allah'la konuştum diyen doğru söylemiştir buyurdular. Sadaka Resulullah. Sadakallahul azim kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif oruçlarımız, namazlarımız, zekatlarımız, sadakalarımız, her türlü hayırlarımız, dualarımız ya Rabbi. Yüreklerimiz, gönüllerimiz, çalışmalarımız ya Rabbi.
Ramazan-ı Şerifimiz acaba lehimize mi, aleyhimize mi? Şefaatçi mi yoksa şikayetçi mi olacak kardeşlerim? Ya Rabbi diyoruz, lehimize şefaatçi kıl Allah'ım, istisnasız tüm oluşum içerisinde yer alan neyimiz varsa rızan üzere razı olduğun çalışmalar, razı olduğun kişiler ve razı olduğun dillerle arz ediyoruz sana kendimizle beraber ya Rabbi. Bu kardeşlerimize beraber arz ediyoruz ya Rabbi. Berat TV ekranlarındaki kardeşlerimiz, diğer kardeşlerimiz, diğer çalışmalar yer alan kardeşlerimizle beraber arz ediyoruz ya Rabbi. Kardeşlerim, duamızı bugün noktalıyoruz şu anda. Yarın sabah inşallah. Sabaha 5.30'da siz kardeşlerimize beraber canlı yayında hem mukabelemizin hem diğer kardeşlerimizin bizlere emanet edilen hatimler var. Dualarıyla beraber kardeşlerim. Beraber olacağız inşallah. 5.30'da erken kalkıyoruz, teheccüdleri yine kılıyoruz. Oruca kalkar gibi inşallah. Tatlılar yiyoruz tatlı bir şekilde inşallah kardeşlerim. Evet, yarın İstanbul'umuz için 6.22, diğer iller için, Tekirdağ için 6.30, doğumuz için belki güneş doğmuş, erken doğacağı için güneş. Kardeşlerim, orada erken kılacak bayram namazları. Evet, biz inşallah bayram namazına kadar hem sohbetimizi hem duamızı yetiştireceğiz inşallah. 5.30'da canlı olarak hep beraber, siz kardeşlerimizle beraber yeniden Berat TV ekranlarında bayram sabahı hem bayramlaşmak adına beraberiz kardeşim. Kardeşlerim inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بحرمة طه وياسين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد